حبها الجمهور وتعلق بأعمالها ابنة مدينة سودانية اشتهرت بظرفها وخفة دمها وأيضا بمواهبها المتعددة. أكيد معنا اليوم ضيفة مميزة جدا أتت إلينا خصيصا لتكون معنا بمواهبها المتميزة من السودان. نرحب بمفاز بشرة، يديك العافية، أهلا وسهلا. يا هلا، صباح الخير. صباح الخير جميعا، وبشكر شديد قناة العربية لإتاحة الفرصة، وأنا سعيدة ومبسوطة جدا إني موجودة معكم اليوم. وإحنا جدا سعيدين، خصوصا إن الجمهور تعلق بأعمالها، وأكيد ابنة مدينة سودانية اشتهرت بظرفها في ضيافة صاحبة مواهب متعددة، تكتب الشعر، تلحن، تغني وتجيد التمثيل. ضيفة صباح العربية، فنانة تخصصت في الغناء الجماعي وبرعت في الغناء الفردي، نجمة كورال كلية الموسيقى والدراما، الفنانة السودانية مفاز بشرى. عارف كلامي كله ذرة، ما بزعل. أنا قلت لك خير لك هنا ولا المدينة؟ إن قلت لك هتزعل مني؟ الله البتول، أنت لما أسألك سؤال عارف كلامي كله ذرة، ما بزعل منك، قولي. والله طبعا الطبيعة يعني القوادر أنا بحبها طبعا، وتعودت عليها وعلى ناس وكذي، لكن كمان إن قلت لك ما اشتقت للمدينة أكون كذبت عليك يعني. هي زول مشتاق للبلد. أي صح. وبدور أقول لك إن قلت لك أرجعي بترجعي؟ ده كلام شنو الطبيعة اللي بتقول فيه ده؟ أصيلة. والله توقعت منك أي شيء إلا سؤال مثل ده. أصيلة. أقول لكن عيب عليك الطبيعة والله. الله يصيبه. الله يرجع رجوع. ارجع فيك الجرين يا تهرسي. وانا ماشي مخلياني لمنو؟ مالك بتخاف؟ ومالي ما بخاف، انت بتقول لي القوادرة كعبة. القوادرة كعبة. الكوميدية والرائعة مفاز بشرى، يسعد صباحك مفاز. صباحك حبيبي. ما هذا الاسم الجميل؟ مفاز من الفوز، إن للمتقين مفازة. يا سلام عليك، وأنت فائزة ومتعددة المواهب ما شاء الله، من فرقة كورال. أيوة كورال، كلية وأيضا يعني غناء وتمثيل وكوميديا، واللي هو أصعب شيء تؤديه المرأة طبعا الكوميديا. كوميديا. لكن خلينا نبدأ معك بالغناء والكورال. أوكي. من أكبر الفرق في السودان هذه. أيوة الفرقة. الكورال يعني هو أكبر، هو الكورال ما فرقة، هو كورال. فهو فعلا حرفيا يعني من أكبر المشاريع الفنية السودانية، كورال كلية الموسيقى والدراما، لأنه بنتمي له مجموعة كبيرة من الأولاد والبنات، يعني جميل، ما يقارب 50 نفر بالأوركسترا يعني. طب وكيف تجربتك بهذه الفرقة؟ دي أجمل تجربة مرت علي في الحياة. يا سلام. يعني أبسطة وأجملة، إنه الغناء الكورالي دائما بيهذب الفنان يعني. مظبوط. فبيخليك بتكون أنت بتغني وحاسي بكل اللي حوالينك. ولكن مع ذلك دخلتي إلى الدراما. أنا درست الدراما. درستي طبعاً أنت كلية الفنون، كلية الموسيقى والدراما جامعة السودان، وتخصصي تمثيل وإخراج. ودخلتي على الدراما لأنه وبدأتي في التمثيل، ولكن الكوميدي. أيوة هو 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 لا هي يعني الفكرة. أيوة. إنه يعني هي شكل الأدوار اللي بتجيني هي الكوميدي، ولكن طبعا الممثل هو قادر انه يشتغل اي دور بكل سهوله يعني. الممثل الشاطر. أيوة. طبعا ما يصعب عليه شيء. ايوه لا لا. عموما خلينا كمان نروح نسمع مقطع من اغنيه انا افريقي انا سوداني. اوكي خلينا نسمع. بغيب ابدا دايما دايم قمر بيضوي ما بغيب ابدا دايما دايم قمر بيضوي ما بغيب ابدا دايما دايم بيضوي ما بغيب ابدا دايما دايم بسم ليالي حبيبه بسم ليالي هذه فرقة الكورال، جميل جدا الأغاني اللي بتأدوها وهذا الانسجام بينكم. طبعا راح ننتظر الزميل الريان اللي تشاركنا في هذه الفرقة أيضا. وخلينا نتكلم معاكي كمان عن الدراما أيضا، ودخلتي على الكوميديا وأديتي شخصيات حبوها الجمهور. أيوة. اللي عندك شخصية تونة في مسلسل سكة الضياع.
والبتول. والبتول في مسلسل قدر. أيوة. طيب قبل ما ندخل في تفاصيله بنرحب بالريان. هلا وسهلا بك ريان. اهلا يا اهلا. صباح الخير. كيفكم؟ اول حاجه يعني يا مفاز منورانا جدا، نجمه كورال كليه الموسيقى والدراما والكوميديه الرائعه جدا. خلينا مفاز طوالي ننتقل ل انا حاسه انه مفاز محصوره شويه في الادوار الكوميديه. أيوة. رغم انه عندك مقدرات اشعت بها النقاد يعني. أيوة. فوين مفاز من ادوار اخرى ثانيه دراميه او تراجيديه او غيرها من الادوار؟ والله يا ريان يعني احنا عندنا في السودان دائما الدراما حقتنا يعني دائما بنشتغل الادوار الكوميديه اكثر من الدراما. اكثر من الدراما يعني، فعشان كده بتلقي كل يعني كل المتاح لنا في ساهل دائما الادوار الكوميديه، ولو انه هي الكوميديا اسهل يا اصعب معليش طبعا بألف مره يعني. انت قادر انك تبكي الناس لكن تضحكهم دي حاجه صعبه جدا شديد. جدا. فان شاء الله لكن حتشوفوني في عمل قريب جدا وهو دراما جاده. دراما جاده خالص. دراما جاده المصطلح ده يعني دراما جاده. دراما تراجيديه خلينا نقول، ما دي كوميدي برا دراما. دراما جزء ألفية التراجيدي والحزن دي حاجه ثانيه، قالب مختلف تماما يعني. لكن كمان يا ريم يعني البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيتداول صور لمفاز مع النجمه هند صبري ومجموعه من نجوم العالم العربي. أيوة. فحتى الان ما اعتقد انه مفاز افصحت او ورونا في شنو او حاصل شنو يعني. انا اشتغلت مع النجمه هند صبري والنجمه جومان امراض في نفس العمل والفنانه يعني كان في مجموعه كبيره شديد من الفنانين، عملت معاهم مسلسل اسمه مهب الريح. والمسلسل لسه ما تعرض، حيتعرض في القريب العاجل يعني. كنت ضيفة شرف شخصية سودانية في المسلسل. المسلسل مصري؟ المسلسل المصري. أيوة. المسلسل المصري، وهي تجربة كانت جميلة جدا ومختلفة بالنسبة لي يعني. أنا يعني سعيدة يعني نقدر نقول إنه ممكن كمان نشوفك في أعمال عربية مصرية سعودية خليجية كمان في المستقبل. قريب شديد. أو لا لا شكله فيه خطة. قريب شديد. وأنا عملت فيلم سينمائي على فكرة هنا في الإمارات، الفيلم سوداني إماراتي فيه مجموعة من الممثلين المصريين والإماراتيين والسوريين. جميل. وهو كان برضو من بطولتي معي مجموعة من الشباب يعني. هتعرض في السينما قريب إن شاء الله. هذه تصريحات نصرح إحنا حصرية والله حصرية. طب ماذا عن حريم سيتي؟ أكتر حاجة بحبها في الحياة. هذا كل الناس حابينها. يعني سر حب الناس والجمهور لفتحية من أجمل الأعمال الدرامية السودانية. لأنها بتختصر على النساء فقط يعني، بطولتها بطولة نسائية مطلقة، ما معانا رجال خالص يعني. نعم. مفاز إحنا سعيدين بلقائك اليوم، ووصلنا لختام هذه الحلقة، وأنا حابة أن نختم حلقتنا اليوم بصوتك الجميل وأغنية من اختيارك. شكرا لوجودك معنا. أنا ما عارفة أنا ممكن أطلب يا مفاز طوالي يعني لازم تغني لنا حاجة للخرطوم للسودان، خلينا نتذكر الأجواء دي. طيب. تفضل يا مفاز. يلا يا الخرطوم يا عندي جمالك، الخرطوم يا عندي جمالك، جنة رضواها طول عمري ما شفت مثالك، طول عمري ما شفت مثالك في أي مكان مكان مكان. أنا بفخر بك يا وطني، بالروح أفديك يا وطني، في وجودي أحبك وغيابي، في وجودي أريدك وغيابي، يا وطني يا بلد أحبابي.